السلام عليكم، حياكم الله جميعا. كمل. بسم الله نكمل. تيورا هذا مصيبة. 20 بعطيه 30 رصاص درايف، 30 بس، وبعدها بالريد ناي بس، لا شاتجان ولا رشاش ولا غيره. طبعا اكيد يعني ما يحتاج، راسه مدرع عليه درع، فمالك الا بسم الله عشان يطيح. طيح اجله، بس حس يا كلب، سريع سريع الحيوان. طبعا على فكرة، يعني على فكرة برايزنج امبوسيبل هذا اللي انا جالس العبه، اللي هو بدون ليزر، سرعتهم زيادة 15%، والرايزنج بلس بلس اللي هو فيه الليزر سرعتهم زيادة 20%، يعني فرق 5% بس. فارق 5 صح؟ لكن هنا بدون ليزر يا حبيبي، هناك صح زايد السرعة لكن معاك الليزر. يعني بالنسبة لي أشوف بدون ليزر أصعب مراحل، بعد مراحل أصعب بدون ليزر. أبي 10 الحين، كم قلنا؟ 30 رصاصة. داعش ما يمدي. اوعى اصحى. 11 رصاصة، 13 رصاصة. سبعة عشر. عشرين. الحين يمدي رصاصة، يمديها لأنه ما راح يعشق بعدها على السريع. 21. واحد وعشرين.
تكفى حس 25 انت 27 خلاص كفي 28 28 رصاصة رايفل. الحين نعطيه تقريبا 100 من الريدناي 100 رصاصة. خليك عند الباب هنا. مشكلة الايم الايم يا شاطر الايم. تعمل ها وش تعمل جالس؟ خلي قريم الباب وانحش على طول يمديك تعطيه على ما يفتح الباب. اسرع اسرع يا طيب. تعيد هنا مصيبة. تعيد تعيد من جديد. انت بتعيد هنا بعد كل هالتعب؟ فضيلك انا يا حيوان. أعوذ بالله. الله يقطع بليسك البالي قص راسي الكلب. الحمد لله. والله ما أدري هي فيه ولا لا. مشكلة سريع ما يمديك حتى. ترك سريع هاي كلب ترك سريع. روق روق. ها تكفى اي مصح. ها اي مصح. ايوه شاطر. اعوذ بالله. يا راي طويلة يا راي طويلة. شاطر شاطر. لا انت يا الذيب. النحشة مش قلنا حنا سرعتهم 15% زيادة. لا ننسى هالشي. ها ول بنعشي جديد.
تقريبا راح فوق 100، تقريبا فوق 100. عطى عطى، باقي باقي شوي. النحشة عطها عطها وحدة. عطها عشرة، 20، 30. نعطيهم اشتراك في المنظار. كم قلنا قبل شوي؟ 28. ها 28، اعطيهم مشت واحد بس. يصير كم؟ 35. تكفى حس. ممتاز، بالملي بالملي، ممتاز. بقى معنا 5 رصاص درايف، شيء ممتاز هذا. مفتاح معي يعني، فيك فيك.
قاتل تافيك فيك. ريدي ناين ممتاز، باقي مية ممتازة، جدا ممتازة. طبعا الرشاش 0.4، مرة ضعيف، ما يفيد معها أبدا مقارنة بالريد ناين يعني. الحين وش تعمل؟ تروح تسيف يا شاطر، على طول تسيف. فاضي أعيدها أنا؟ لا والله ماني فاضي. والله البيض ممتاز، البيض خذه معك ممتاز. الحين في 15، في 10، جيها بعدين. في رصاص فوق هناك فوق السطح، جي بعدين. شوف فتحت الباب انت الحين، في زومبي هنا بقتلهم طبعا اكيد. التحدي بالمود يعني، التحدي اللي هو بالنسبة لي انا طبعا، التحدي اني اقتل كل الاعداء بالمود، ما اخلي ولا زومبي براي. هذا التحدي اللي بالنسبة لي انا يعني، ما اخلي ولا عدو ابدا مهما كان. برجع لهم هذول، برجع اقتل كل الاعداء اللي هنا، لكن طريقي يعني. خلص على هذا سريع سريع، برضو هذاك تعال. وين راسك؟ ها تعال تحرك. ما نشير بعدين. ايوه وهذا ممتاز، تعال. تعال انت. طب الرافع ما عليه، ما هي ضارة. لا تعال الحين خلص عليكم، تعالوا الحين مو بعدين، الحين الحين. طبعا على فكرة ما معاهم شيء، ما معاهم شيء، حاطهم زينة لك كذا. تعال تعال. شاتقن يا ولد، ماني فاضي لهم انا. مشط واحد مو ضار. بس يكفي. بس يا كلبه، خلص خلص خلص. الله يقطعها الراس. العيد، اعوذ بالله، جبنا العيد. اعوذ بالله. أسرع يا شباب أسرع. ايه
النحشة. صايد حركاتكم انا. بس يا كلب. الرصاصة الوحدة ما هي ضارة. ابدا ما هي ضارة. خلص ريدناي نحتاجه قدام ضروري. ممتاز كفي كفي ريدناي. بيع الشكت يا حيوان. تاجر موجود قدام طور. شفت ما مع شيء ادري انا حاطهم زينه بس الايم يا شاطر الايم يا حبيبي الايم. يا ليل البيسل هذي وصلتينا بها. تكفين خلصي. ممتاز ما معها شيء. الله يسود وجهك. استغفر الله. بس تعطيها تشيك بوينت واحد تشيك بوينت أليم كذا يعني. باقي 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 كلب لسه ما قتلناه. تذكرون تذكرون الدرع تمثال اللي كان فوق هناك بالقرية بداية المود موجود الحين رجع. فنقتلها الحين سهلة يعني. هذا اللي هنا اللي قلنا بعدين نرجع له هذا هو موجود. تعال ما نسيتك تعال. درعها الحين معي ريدناين. ها ما معي مسدس. يوجع ريدناين. ها هذا اللي يوجعنا. أوجعك برضو. نعطيها الرشاشة اللي الحين بطورها خلص. خلص ما عليه. خله خله الله يقطع بلي سكريت عشك. ممتاز مع جوهرة طبعا. جوهرة ما لها الداعي لكن يلا ما علي. نقتله يلا. طبعا على فكرة
الماجنوم موجود هنا، الماجنوم موجود هنا. مسكر الباب صح؟ قفل الباب. لما تيجي هنا عند الباب تفتح الباب هنا بالمفتاح اللي هو المفتاح هذا اللي كان مع تيورا، تفتح الباب هذا. حلو، شوف وش يقول الحين. فتحت باب الماجنوم هناك، لكن خلى بعدين يجي. نفس المكان، ما هو بار. بسم الله، حياكم الله. نكمل. ايش معنى وايش ما معنى؟ دقيقة بشوف ما في شيء. بيعه رشاش. ارحب ارحب يا ذيب. تيم بي ضروري، تيم بي ضروري جدا. فاير باور مخزون؟ لا، نو واي. والله ما ادري، هذه ابيعها كذا ب 3000 ولا ادمجها مع هذا. خلها بعدين، شوف بعدين. تعب. بالدور يا شباب، أعوذ بالله. لا استندت رقبة، قول استندت رقبة. هي اللي تقول، ما هو أنا. استندت رقبة جي. أسرع أسرع يا شباب، أسرع. ورانا بلاوي، ورانا مرحلة قدام الحين. مشكلة في مرحلة الحين، مشكلة كبيرة بالموت بالنسبة لي. طبعا انت براحتك، يعني تقدر تخلصها طريقة ثانية، لكن بالنسبة لي لا، مشكلة. يا زين السكين، اي والله يا زين السكين. ما يجيب روسكم الا السكين ذا كلام. انسى اللي صار، يقول ماني ناس اللي صار. بالدور بالدور يا شباب. شوف الشاتجان، والله وال بس باقي رصاصة واحدة وخلص. ستوب شاتجن، ستوب. صايد حركاتكم انا بس. خلص الحين بالريد ناين. شوف الريد ناين، عشق عشق برضو عشق. أسرع أسرع يا طيب. ممتاز. ول قدها هذه، صحيح انك كلب. سريعين الكلاب برازيلو. مزود السرعة، مزود الطاقة، مزود كل شيء. حايس الدنيا حوس هنا. ايم يا طيب. شوف
رشاش. أو ممتاز شاتكن ممتاز. البتات حمر، يأكل هذا حمر ما في أخضر. طيب أعطي واحد سيف يذيب هنا بواحد وعشرين. خمس ساعات خمس ساعات نقول خمس ساعات على ما أصل هنا أحسها كثيرة يعني بالنسبة لي كثيرة طبعا ما أدري أحسها كثيرة والله. مش قلنا قبل رصاصة واحدة بالرأس كافية. أسرع أسرع يا طيب ممتاز. أتغامر بس هنا في حشرة برضو. شاطر قلنا رصاصة واحدة يا ذيب. بعد وحدة أسرع أسرع بالله يا بنات أسرع. باقي ثنتين الله يقطع وجهك. ولا تعال تعال دامك جيت تعال. دقيقة خلني أخذ هذه. جنبع ولا خطأ كذا ما ينفع الحوسة هذه. تشيك بوينت خفيف يعني بس ممتاز ممتاز. تشيك بوينت ولا سيف عادي يعني براحتك. الشق ممتاز. آخر حشرة خلك عند الباب عشان لا يفتح الباب. وين حشاد؟ يور مايت. بدي أخلص عليكم ولا تشيك بوينت؟ ممتاز. تعال تعال بس انتي انتين ثلاث بس. هذا وش جاب؟ ولا مات الكلب ولا مات. ممتاز ومخالب تكفى النحشة. الله يقطع وجهك يا كلب. شوف جلست على تحت
الله جابك تعال تعال الذيب اللي عطني رشاش الله جابه تعال تعال تحرك ممتاز سوي فيها قوي ها شوف رشاش ولا ردناي لا رشاش 100 200 300 لا 500 صيده الايم يا بابا لا جي خويك تكفى يور مانجا تكفى خلص ايم يا طيب بريد ناين استنى درقبة قول استنى درقبة تكفى خلص شوفوا الكلب تكفى خلص العيد مية رشاش يا كلب مية عليك غير المخالب الثاني ضروري يصعد ضروري تصعد يا كلب تعال اصعد تحرك يا راي طويلة نحشة طيب اصعد تكفى شاطر خله كذا ممكن يجي ولا يروح شوف الكلب ايوه خله كذا ايوه تلفت لازم تموت كذا معليش ما في حل ثاني الكلب خرب علينا
تحرك يا كلب. ايوه بعدين جرينجو. ها بس ولد صحيح انك حيوان. بس يا كلب تعال ورا يا حيوان تعال. النحشة اوف هذه لسه ما راحت. تعال خالد تعال. تعال يزني الليزر. اي والله يزني الليزر. صيدة شوف الرشاش 100 200 300. أعطي 50 ثانية. ايوه العيد صيدة. زي الليزر اي والله. ايش قال؟ قال بدون ليزر. قال الايم ضايع. الايم رايح فيها. بس يا كلب تعال. اوف 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 قوية هذه. ماشي الايم اليوم. اوف تكفى خلص خلني اخزن. السلام عليك. ايش معك؟ زين زين رايفل. زين ضروري تسيف. ممتاز في نفس خضراء. الحين تمسك قنبلة. سيف سيف أول شيء. ماجنوم كم؟ 3 احتاجه بعدين المقلم. باقي احد ولا خلصتوا؟ المكان هذا شفتوا المكان هذا؟ احتمال احتمال بقعد فيه ساعتين الى ساعتين ونص الى 3 ساعات. سبب واحد فقط انه هو راعي الديناميت. بخليه اخر واحد يموت ضروري لاني بستخدمه يقتل كل اللي هنا.
باستثناء ابو مخالف. فان شاء الله عاد ما يطول معنا اللي هو هذا. انتي علق قاعد علق تكفى اشتغل. طبعا اشتغل ذيبان الكلب النحشة ابو مخالب. تكفى تكفى ارمي الذيب. اعطى وحدة لا ممتاز وحدة. اعطى الثانية بالله. تكفى الذيب. النحشة عطى وحدة الذيب. تاز كفو عليك. السلام. كفو. طبعا لا تنسى انت هنا مخير ولست مسير. معك الرصاص براحتك عادي. انت مخير لا تنسى. معك الرصاص، معك الكيك، معك الديناميت. أبو مخالب طبعا صعبة يعني. ممتاز. في مشار ماتت. الديناميت مات. تمزح. هتقولي مات. الله يقطع وجهه. مات. علق. جاك جاك الكلب. تكفى اشتغل.
لا مو خالب. اشتغل اشتغل، ابى اشترك مشتغل. اعطوه وحده يذيب. اتموت يا كلب. أبو مخالب جاء. تعال 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 هنا، خلك بعيد عنا الكلب. باقي 3 مناشير. تكفى الذيب، تكفى الذيب. لا تموت، تكفى. وين ابو مخالب؟ لا يموت، ممتاز. باقي ابو مشار واحد، تكفى خلص. ممتاز ممتاز. عطى وحدة بالله. لا يقتل نفسه، تكفى هذا. هنا هنا عطى وحدة، ممتاز. سوي تشيك بوينت على طول ليقتل نفس الكلب. تروح تسيف، ضروري تسيف. الحين الخطة تصير صعبة شوي، لأنك أو لأني بقتل أبو مخالب وخلي هذا عايش، ضروري أخليه عايش. هذه بتكون صعبة بالحيل، لكن إن شاء الله بنحاول. ضروري أخليه عايش، لأن يعني في 2 تيورا بقتلهم بالديناميت.
في انا تقريبا 1 2 3 4 5 في اربعة، في خمسة بمخالف، تخيل معي في خمسة بمخالف، وانا مضطر اني اقتلهم كلبوهم وخلي الكلب هذا عايش. طبعا ركز معي، انت مخير ولست مسير. تعال تعال مخالف، تكفى تعال مخالف، تكفى تعال كاس. تعال تعال
انا بضطر اني اخذ الماجنوم الحين، باقي اثنين ابو مخالب رفعوا ضغطي وصلوها معي، ما ينفع معهم الا الماجنوم. فعليا وصلوها حرفيا. يعني بالعادة ما اخذها الحين، بالعادة ما اخذها الحين، انا اخذها بعدين الماجنوم، باخر شيء اخذه. حق صراحة وصلوها معي، جالسين اللي هناك بالزاوية الكلاب. وين الماجنوم؟ رصاص خله، بجي بعدين. والله حرام، حرام عليكم الماجنوم يا كلاب. المشكلة كلها بهذا الكلب انه يموت هذا. ولا بالله تخيل، تخيل بالله معي ابو مخالب الماجنوم، تخيل بس معي انت، مستحيلة هذه. بالجزيرة، بس بالجزيرة ابدأ استخدم الماجنوم على ابو مخالب، تخيل معي. كثير عليه الماجنوم. ايش قال؟ قال ابو مخالب الماجنوم.
أخيرا وأخيرا خلصت على أبو خالد وأخيرا. اضطريت إني أستخدم الماجن، اضطريت ولا مستحيل أستخدمه عليهم. تخيل بالله ماجن على أبو خالد، ما كان نقصني إلا هذا. أنا مستحيل يا ولد، القرية بعد. يلا تحرك يا كلب انت وياه. خلك كذا تكفون، خلصوا علي وصلت. قوم بسرعة الكلبة هذه. قوم تحرك. واخيرا 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 بريح شوي بعد اكمل دقائق فقط.